عرفتو فيكساوني فيكساوني بايديا ورجليا، فيكساو ليا ايديا ورجليا وراسي، وفيكساوني لحقاش كنت اغريسيف، وفيكساو ليا ايديا ورجليا، وضربت واحد الفرمليه وسدوا عليا 5 ايام وهما سادين عليا، تيجيبوا ليا الماكله بحال الكلب ويحلوا عليا ويعاودوا يجيبوا ليا تاني الماكله، سدوا عليا 5 ايام لدرجه انني كنت نغوت ونخبط الباب. غير باش نقول لكم شنو هي لا ماني، وعلاش بنادم تيقول البوزه ديش من بوزعه، خليه على الله داكشي اللي داز عليا، خليه وصافي. زعما هما الا جيت نعاود لكم التفاصيل ديك 3 شهور اشنو داز عليا في داك السبيطار. صافي خلاص في التروكوزي سيمبرو في بالا ماما هاي زن ماسكيو تديما بعيد، هاي زن ماسكيو. نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير يا ربي، واحسن الاحوال، وتكونوا بصحه جيده ان شاء الله. كلشي هو هذاك، كلشي يكون كلشي مزيان. المهم حطيت لكم البارح واحد التصويره ودخلت تحت التعاليق، ويا سلام على الكلام، شحال من واحد وحده حاقده عليا وما درت ليها والو. المهم بكل صراحه ما عرفتش علاش الناس تقول كنتي باغا ديري البوز، واش المرض بغا يديروا به البوز الناس؟ البنات لا قسما بالله العلي العظيم، الا انا بيبولار وكنت مريضه وربي اللي عالم بحالتي، كنت مريضه وربي اللي عالم بحالتي كيفاش كانت، علاش غنبغي ندير البوز بالمرض ديالي؟ علاش ورا قلت لكم غندير فيديو غنوضح، راه غير ما ساليتش ليه. تقدر تكونوا مولفين الناس اللي تيكذبوا وتيديروا البوز بالمرض ولا تيديروا البوز بشي حاجه، ولكن انا ما عندي علاش ندير البوز بالمرض. المرض رانا كنت مريضه وكنت في السبيطار وعندي الاوراق ديال الطبيب وعندي الاوراق ديال كل شيء، رانا كنت مريضه بيبولار، كنت هزاني موجه هوس اللي دوزاتها عليا ودوزات على الناس القراب ليا، وهي اللي خلاتني عطيت قيمه اللي ما عنده قيمه، وهدرت وخرجت ووصل داكشي كامل دوك المواصل، لحقاش كنت مرفوع ليا القلم وفاقده الوعي ديالي، ما كنتش عارفه راسي اش تندير. ورا قلت لكم غندير لكم فيديو نوضح لكم وما ساليتش ليه، وانا نوضح لكم دابا في ستوريات، ما عندي حتى مشكل الفيديو ولا ستوريات كلشي بحال بحال، يعني ماشي تنبرر ولكن عيت نقول للناس اللي تقول باغا دير البوز بالمرض، اما هذه ما راه ما تدخلش للراس، راه ما يمكنش. الله يهديكم، شكون هو هذا ولا هذه اللي باغي دير اللي غادير البوز بالمرض؟ المرض راه ما تمنيش لعدوك، انا بعدا مرضي ما نتمناش لعدويا، الا كان عندي شي عدو ما تيحملنيش ما نتمناش ليه انا المرض، ما نتمناش ليه كيف ما بغى يكون، بالخصوص الامراض النفسيه، راه بالخصوص راه تكون مقطوعه لك رجلك ويدك وما تمرضيش بسيشيكمو، لحقاش بسيشيكمو راه تتكوني ربي اللي عالم بك، لا الهوس ولا الاكتئاب ولا اي حاجه. اما الفئه اللي تقول لي نصابه تنصبي على الناس، باش نصبي على الناس لي انستغرام كاملين كيديروا لي بوب لي بوبليسيتي، كيديروا الاشهار كيديروا، علاش غنصب على الناس؟ عمرني ما بينت لكم شي برودوي ما مجرباش على راسي، وعمرني ما بينت لكم شي برودوي تيكون الكواليتي ديالو ماشي مزيانه، ما عمرني ما قبلت. تيجيوني عروض يوميا باش ندير اشهارات، كون كنت ملهوفه كنت ندير لكم 3 الاشهارات في النهار، تنكتفي الا درت لكم مره وحده وبينت لكم شي برودوي من البرودويات اللي كنستعمل، وتنكتفي وتنقول بما فيه الكفايه. شي بنات كتبوا تيكتبوا جهلتي على الاشهارات ولا هذه، كون كنت جاهله على الفلوس كون راه قناتي في يوتيوب فيها 3,600,000، كون راني كل نهار تنحط فلوق، كل نهار تنحط فيديو، كون راني كل نهار ما كاين عندي الفلوقات فلوقات فلوقات، ولكن هذاك هو همي الاخير. حتى شي واحد ما مجبر يتبعني البنات، راه حتى شي واحد ما مجبر، البنات والاولاد حتى شي واحد ما مجبر يتبعني، يعني اللي تبان ليه اللي تتبان ليه فيا انني نصابه، ولا تتبان ليه فيا قالك داك القبول اللي كان داك القبول اللي كان فيك ما بقاش، لا كان مشى مني داك القبول ولا لا كان لا كنتو تبان ليكم ما صالحاش ليكم ما تبعونيش، يعني ما تحرقوش راسكم وتشوفوا ستوريات، وما تحرقوش راسكم وتعلقوا تحت اي بوست وتعلقوا، يعني صافي لا داعي انكم تبعوني، تبعوك عطى الله من تبعو، كاينين بزاف ديال الناس اللي تيديروا انستغرام تيديروا يوتيوب اللي تبعوهم تبعوهم وصافي، يعني لا داعي انكم تبعوني انا ما كاينلاش. اما بما يخص المرض لا يكتبوا على شي واحد اللي ما عارفش شنو هي لا بيبولار، مره تتهزك نوبات الهوس ومره كتمشي للاكتئاب الكرونيك اللي تيكون حاد جدا، يعني تتكوني مهزوزه ومن بعد كتهبطي واحد الهبطه اللي خايبه بزاف، اللي دابا انا هزها ب 150 ملي غرام ديال سيرترالين، 150 ملي غرام راه بزاف، دوز اللي كبيره بزاف، والليثيوم اللي تيرعد ليا يدي، تشوفوا حتى التليفون تيترعد لحقاش يدي ديما كيترعدوا، يعني
اللي تيشوف ان بنادم باغي يدير البوز بهذا الشيء راه ما راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لحقاش راه ما يمكنش، راه امبوسيبل واحد يجي يقول لك تدي باغا دير البوز بالمرض. واش غنمشي للسبيطار ونقول لهم شدوني عندكم راه باغا ندير البوز؟ رانا باغا اش من بوز، اش من بوز؟ الله يهديكم. عمرني في حياتي ما لعبت على شي موجه، عمرني في حياتي ما لعبت باش ندير البوز. يمكن يكونوا شافوا الناس ان ما بقاتش اكرام في هذاك النشاط والحيويه اللي كان فيها. راه عادي البنات، رانا داخله في اكتئاب خفيف وتندير بالدواء باش ما يهبطش، باش ما نزيدش نهبط لتحت. يعني راه عادي جدا الا ما بقاش في داك التفرويح وداك النشاط وديك الحيويه. باقي ما بريتش مزيان، باقي انا باقي في واحد باقى في واحد الفتره اللي بحرها تنبرى فيها. يعني راه بحرها شويه لا ضحك شويه لا نشاط، ما بقاش داك التكركير داك الشيء، ما بقاش المورال اصلا واصل لذاك النيفو انني نكركر وانني نضحك وانني نشط في ستوريات، وانني باقى في واحد الاكتئاب خفيف اللي تنداوي راسي باش نخرج منه. وهذا ما كان الغزالات ديالي. حتى انا راه كاينين شي ناس اللي مثلا ماشي ما داروا ليا حتى حاجه، ولكن ما تنقدرش نتبعهم، ما تنقدرش نشوف الستوريات ديالهم، ما تنقدرش نشوفهم اش تيديروا. المهم ما تنتبعهمش، ولكن عمرني ما نجرح شي انسان ولا نكتب ليه شي تعليق نعايرو ولا نكتب ليه شي تعليق نسبو ولا نكتب ليه شي حاجه، يعني ما تنتفرجش فيه وصافي. المهم داكشي اللي كنتمنى يديروا هاد الناس عوض ما يبقاو صافي ما يتفرجوش ويهنيو راسهم. وهذا ما كان المهم. كما قلت لكم انا راه عمرني في حياتي ما تجرأت نوري للناس شي حاجه لما كنتش مجرباها ولا ما كنتش متاكده من الكواليتي ديالها ومن الجوده ديالها. ما عمرني في حياتي ما تجرأت نقبل اي اشهار غير باش ندير اشهار ونشد الفلوس. ما عمرني في حياتي ما تجرأت ندير فيديو غير باش ندير فيديو. هادشي اللي مخليني غابره على اليوتيوب، تنقول ما نديرش فيديو غير باش ندير فيديو، ما نديرش يعني فلوغ غير باش ندير فلوغ. تنقول حتى ترجع اولا نرجع للمورال ديال الفلوغات ورجع الضحك باش الناس اللي تفرجوا فيك بعدا يضحكوا، تعطيهم واحد شويه طاقه ايجابيه يتفرجوا فيك وتهزي لهم شويه المورال، ماشي انا مديبريسي وندير فلوغات. فين غندير فلوغات؟ المهم بزاف ديال البنات يقولوا لي البنات اللي زعما معايا اللي فان ديالي ديال بصح تيقول لي يا اكرام والله الا حرام عليك مضيعه ديك القناه ما تتحطي فيها والو، والله الا حرام عليك رجعي لليوتيوب والفناك وبغينا نشوفوا فلوقات ديالك، ولكن والله ما نقدر ندير شي حاجه. قلت انا ندير فيديو توضيحي هو الاول. المهم انا وضحت لكم ستوريات، قلت ندير فيديو توضيحي هو الاول عاد باش ندير، ولا غنحط لكم بوست وكتبوا لي الاسئله اللي باغيني نجاوب عليهم في الفيديو التوضيحي. شنو هما الاسئله اللي باغيني نجاوب عليهم؟ هكا غيكون حسن وغنكون وضحت بالاسئله اللي باغيني نتوما نجاوب عليهم وماشي نجاوب انا من راسي. وهذا ما كان، نتمنى نكون وضحت ونكون هدرت وخرجت وقلت داكشي اللي خاصو يتقال. ياك اختي بنات. وحاجه واحده اخرى المهمه هي باش نوصل لكم الفكره ديال اشنا هي لاماني. ملي تتكوني في لاماني في فتره مرحله الهوس، ملي كنت مريضه بمرحله الهوس عرفتو فيكساوني بايديا ورجليا، فيكساو ليا ايديا ورجليا وراسي، وفيكساوني لحقاش كنت اغريسيف وفيكساو ليا ايديا ورجليا، وضربت واحد الفرمليه وسدوا عليا 5 ايام وهما سادين عليا، تيجيبوا ليا الماكله بحال الكلب ويحلوا عليا ويعاودوا يجيبوا ليا تاني الماكله. سدوا عليا 5 ايام لدرجه انني كنت نغوت ونخبط الباب. غير باش نقول لكم شنو هي لاماني وعلاش بنادم تيقول البوز قداش من بوز خليه على الله، داكشي اللي داز عليا خليه وصافي. زعما هما الا جيت نعاود لكم التفاصيل ديك 3 شهور اشنو داز عليا في داك السبيطار راه ما